ولنقاش ملف الاحتجاجات في تونس التي تتزامن مع الذكرى العاشرة لثورتها، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية رئيس مركز علاقات تركيا والعالم الإسلامي والناشط السياسي زياد بومخلة. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بك وبمستمعيك الكرام. سيد زياد، كيف يمكن تفسير المواجهات الأخيرة بين قوات الأمن والمتظاهرين في القصرين والتي أدت إلى وفاة متظاهر؟ طبعا التحركات سواء في محافظة القصرين أو في غيرها من المحافظات وخاصة ما تشهده العاصمة تونس هي استمرار لتحركات انطلقت منذ أشهر في تونس كنتيجة طبيعية لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وكما هو معلوم شتاء تونس في العادة ما يكون ساخنا سياسيا، وعودنا التاريخ في تونس أنه هذا الفصل بالذات هو فصل الاحتجاجات الاجتماعية الكبرى، وبالتالي ما يحصل هو أمر طبيعي في ظل أوضاع كما قلت معيشية صعبة، في ظل أزمة سياسية تزداد يوما بعد يوم، وفي ظل خاصة غياب الأفق واضح للحل، باعتبار أنه إلى حد الآن للأسف الحكومة غير قادرة على إيجاد حلول واضحة للمشاكل التي تعيشها البلاد، وبالتالي نجد هذه الحالة من الغضب الشعبي وهذه الحالة من الاحتجاجات التي تقريبا تغطي أغلب جهات البلاد. وفي ضوء كذلك بعض التعامل الأمني أحيانا غير موفق مع بعض الحالات خاصة في الفترة الأخيرة، اعتقالات بالجملة، بعض هذه الأخطاء الأمنية التي أوقعت البارحة قتيلا في القصرين، وبالتالي كل هذه الأوضاع الحقيقة تزيد من عمق الأزمة وتعمق حالة الشرخ الموجودة في الشارع، وتضرب كذلك من جديد الثقة بين الشارع التونسي والطبقة السياسية. سيد زياد، يتساءل كثيرون عن طبيعة المظاهرات الليلية وأهدافها ومطالبها، ولماذا القصرين مرة أخرى وكل مرة؟ طبعا إذا حفرنا في التاريخ جيدا سنجد أنه منطقة هذه المنطقة القصرين ومحيطها في الشمال الغربي وفي الوسط الغربي هي مناطق الاحتجاج التاريخية في تونس. أغلب الثورات والانتفاضات التي شهدها التاريخ القديم أو الحديث لتونس انطلقت من تلك المناطق، وهذه المناطق ظلت في كل تاريخ تونس مهمشة وبعيدا عن المركز وعن اهتمامات المركز أي الدولة، وبالتالي هذا جزء تاريخي يفسر الاحتجاجات. المسألة الثانية أنه هذه مناطق حدودية كذلك ومناطق تعيش أزمات اقتصادية واجتماعية حادة، وهناك تتحدث عن معدلات بطالة عالية، عن معدلات فقر عالية، عن ضعف التنمية المحلية، غياب المشاريع على مستوى الدولة هناك، وبالتالي هذا يفسر أنه هذه المناطق باستمرار تشهد احتجاجات وانتفاضات. الآن في علاقة بليلية بعض الاحتجاجات، طبعا هناك حقيقة ما يفسر ويبرر هذا، هناك بعض المحتجين ممكن اختاروا هذا التوقيت لكسر والدخول في تحدي مع النظام في علاقة بموضوع كسر موضوع الحجر الليلي، ولكن كذلك يبدو أن هناك بعض الأطراف الحقيقة أرادت أن تستثمر في الظلام، لا تريد أن للبلاد أن تستقر، لا تريد لتونس أن تستمر مسارها الانتقال الديمقراطي. وهنا المفارقة، أن هناك محتجين بالفعل من أجل مطالب اجتماعية مشروعة ومشروعة جدا، ولكن هناك بعض الأطراف التي تتصيد في الماء العكر وتحاول أنها توجه بوصلة هذه الاحتجاجات وتستثمر فيها على المستوى السياسي. الحديث عن الجانب السياسي، ما فرص المشيشي في البرلمان؟ وهل ستؤدي خطوته هذا لحل الأزمة الحالية التي تعيشها تونس؟ قولا واحدا في تقديري أن هذه الخطوة لن تساهم بشكل فعال في حل المشاكل، لأن المشكل أعمق من قضية تحوير وزاري، المشكل هو سياسي بالأساس. يعني لا يتصور أن تنجح الحكومة في ظل أزمة حادة تعصف بمؤسسات الدولة، وكما ذكر تقريركم رئيس الجمهورية البارحة كان في أعلى درجات التوتر، وكان خطابه بحضور رئيس البرلمان ورئيس الحكومة، وأبدأ بشكل واضح وموقف صارم أنه هو ضد هذا التحوير. وبغض النظر عن خلفية موقف رئيس الجمهورية، نحن إذا أزمة عميقة تشق مؤسسات الدولة، المعالجة الحقيقية إن كان من جهد يتوجب على الطبقة السياسية هو معالجة الإشكال على مستوى مؤسسات الدولة وإعادة الحياة للعلاقة الطبيعية بالمؤسسات حتى تشتغل في تناغم. مع استمرار هذه الأزمة وارتفاع سقف التحدي بين مؤسسات ورؤساء المؤسسات السيادية في تونس،
لا يمكن لأي حكومة أن تشتغل في ظروف جيدة. فضلا أنه للحقيقة بغض النظر عن الموقف من خطاب رئيس الجمهورية الذي كان خطابا متشنجا ولا يليق بمقام رئيس الجمهورية، إلا أنه كذلك التحويرات في تقديري لا تلبي المطلوب، فضلا انه بعض الوزراء المقدمين لمنح الثقه تحوم حولهم شبهات فساد وشبهات تضارب مصالح، وبالتالي القضيه الحقيقه معقده ويحتاج الجميع انه يجلس على طاوله الحوار من اجل ايجاد حل حقيقي للازمه الراهنه. اما المغالبه التي تقود العقل السياسي التونسي في هذه المرحله سواء من كل الاطراف، في تقديري الخاسر الاساسي فيه هو الدوله التونسيه بمؤسساتها وكذلك وبالنتيجه الشعب التونسي الذي يعيش اصعب ظروف الاجتماعية والاقتصادية. فنحن معنيين جميعا أن نوجد حل حقيقي من خلال إيجاد حوار يجمع الجميع ويخرج بخلاصات من أجل العودة إلى السكة ومن أجل أن نجد حلولا ولو مبدئية للمشاكل التي تتراكم في البلاد. شكرا جزيلا لكم رئيس مركز علاقات تركيا والعالم الإسلامي والناشط السياسي زياد بومخلا، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.